طبعا هنستعرض مع حضراتكم جولة مرورية بقى كده سريعة، نشوف الأماكن اللي فيها سيولة مرورية وفي الأماكن اللي فيها الكثافات المرورية. مشاهدينا خلونا نبدأ جولتنا بأحوال المرور، نبدأها من ميدان عبد المنعم رياض في القاهرة اللي بيشهد الحقيقة وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وكمان في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. الأعلى طريق أو على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية نسبية في منطقة المظلات ومنطقة وسط البلد، كمان الكورنيش والمتجه للمؤسسة في بعض يعني الكثافات المرورية البسيطة، كمان كورنيش النيل في ازدحام بشكل متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه الثاني المؤدي للمعادي وحلوان بيشهد ازدحام نسبي. نروح بقى لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة، ده بتفضل مستمرة لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في الاتجاه اتجاه العباسية هنلاقي فيه كمان سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا لمنطقة المنصة. نروح بقى لمحافظة الجيزة، نبدأ من الطريق الدائري بيشهد غلق كلي في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية وكمان الطريق السياحي، وده لمدة 30 يوم بدأت من يوم 27 سبتمبر اللي فات. على المركبات طبعا اللي جاية من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحي في اتجاه دائري المنيب. أما السيارات أو المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي وكمان محور 26 يوليو ويترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية اللي هو جاري غلقه، يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب. طبعا عمليات الغلق للطريق الدائري ليها بعض التأثيرات في شارع الهرم اللي هو مغلق برضو بشكل جزئي بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق، كذلك نفس الشوارع الغربية زي نصر الدين، لكن حركة المرور في أغلب شوارع الجيزة الكثافات بشكل طبيعي وفق طبعا ساعات الذروة. يعني هنلاقي مثلا في كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وكمان ميدان النهضة وصولا لبولاء وإمبابة. بالنسبة لمحور صفط بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد طبعا في الاتجاه لجامعة القاهرة. خلونا نروح لمحافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي مثلا المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش اي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي بقى من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل طريق الدائري لكن اقل من المعتاد. الاتجاه الاخر بيشهد كثافات لكن هي كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق وده لمنع ظهور زحام مروري. هنكمل جولتنا المرورية مع محافظات بورسعيد اللي هنلاقي فيها برضو سيولة مرورية زي ما احنا متابعين في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة زي ما احنا متابعين في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح بقى طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وكمان في فترات الصباح الباكر، مائل للحرارة على سواحل الشمالية حار نهارا حار وكمان على باقي الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى
هتكون في القاهرة 30 درجة، أقل درجة هتكون في مطروح 27 درجة، أسوان العظمى فيها 39 درجة. خلونا نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.